قال باب ما جاء في النشرة. النشرة، النشرة حل السحر، وسميت النشرة بهذا الاسم من الكشف والإزالة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: لأن السحر والداء يخامر العبد، يعني يغطي العبد، السحر ده بغطيه، والداء المرض، وهذه النشرة تزيله وتكشفه، تزيل هذا السحر وهذا الداء. والنشرة على قسمين كما سيأتي في كلام ابن القيم، وده أجمل كلام ذكر فيها اختصار شديد جدا. أما باقي الكلام الذي ينقل عن الحسن وعن سيدي بن مسيب بنعلق عليه إن شاء الله في وقته. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث ذا بعض أهل العلم ضعفه وبعضهم صححه، وممن صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. ليه قال هي من عمل الشيطان؟ قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن: أصلها نشرة، وذكرت بالألف واللام للعهد، أي ما يعهد في أذهان الناس عند ذكر النشرة، وهي نشرة أهل الجاهلية. لذلك قال هي من عمل الشيطان، بيستخدموا فيها الطلاسم والسحر والأشياء الممنوعة والمحرمة، دي من عمل الشيطان. أما حل السحر بالرقية الشرعية وبالوسائل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال عن السلف كابن باز رحمه الله، وذكروا في ذلك كلاما عن وهب ابن منبه إلى آخره ما ذكر، ودي مسألة فيها كمان، دي مسألة فيها خلاف ثاني حتى بين المعاصرين، لأن العلماء المعاصرين بيقولوا بعضهم يرى أن وسائل حل السحر المجربة ولم تثبت في القرآن والسنة أن هذا جائز، زي منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من المعاصرين، وبعضهم قال ليس بجائز كالشيخ محمد حامد الفقهي رحمه الله تعالى. لكن لا شك أن استعمال القرآن والسنة فيه العلاج وفيه الدواء، والله تعالى صرح والشفاء، صرح تعالى في القرآن إذا صح التعبير، فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والجاد في السنة: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل عين أو حسد حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك إلى آخره. فدي إن شاء الله فيها إزالة السحر. بعد ذاك إذا عرف مكان السحر فيعني يفتح وتحل العقد، أو إن كان مكتوبا يعني تمحى بالماء إلى آخره، أو تحرق مع القراءة فيحل الله تعالى السحر. قال وقال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها عن النشرة فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، يعني ابن مسعود يكره كل شيء لم يرد في الكتاب والسنة، لذلك حرم التمائم التي تكون من القرآن، وهذا هو الصحيح كما ذكرنا في بابي في الباب المناسب لذلك عند ذكر التمائم. قال وفي صحيح البخاري عن قتادة وابن دعامة السدوسي رحمه الله قال: قلت لابن المسيب، ابن المسيب ابن كثير قال يرى جواز حل السحر بالسحر، سعيد ابن المسيب من علماء التابعين
وهنا هذا الكلام أوله عبد الرحمن بن حسن قال سعيد بن المسيب لا يعلم أن هذا من السحر، هذا الذي أجازه. والشيخ العثيمين رحمه الله قال اختلف أهل العلم هل يجوز حل السحر بالسحر وذي النشرة، قال هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأنا أتوقف في الراجح في تسجيل صوتي، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن السحر لا يجوز حله بالسحر، ده الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له، تكهن أو تكوين له، إلى أن قال سحر أو سحر له. وهذا الذي يحل السحر بالسحر يذهب إلى الساحر، والساحر يسحر له من أجل شنو؟ حل السحر. وهذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على عدم شنو الجواب. وفي السلسلة الصحيحة ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء فتداووا أو دواء، وفي السلسلة الصحيحة شفاء فتداووا ولا تتداووا شنو بحرام. قال قتادة رحمه الله تعالى كما في البخاري، وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال قلت لابن المسيب رجل به طب، أصلا يقال طب الرجل بضم الطاء، لكن هنا قال به طب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن لأنهم يتفاءلون أن الله يشفيه فيقولون هذه الكلمة، رجل به طب يعني به سحر، قال أو يؤخذ بتشديد الخاء أو يؤخذ عن امرأته لا يستطيع القرب منها ولا يستطيع مجامعة المرأة، سحر ذي المجار موتى المشاكل. قال أيحل عنه أو ينشر، يحل عنه السحر ده ولا يستعمل شنو النشر، النشرة النشرة بضم النون بتشديدها وضمها. قال لا بأس به، لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى كلام سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، يعني من عامة البشر الذي يستطيع حل السحر هو الساحر. الآن إذا عنده شياطين وإذا عنده شياطين، وهذه الأشياء يعلمها يعلمها، ولكن هذا لا يفهم منه الجواز، ولو فهم الجواز فهو قول مرجوح مرجوح، لأنه يا جماعة في أشياء بتأتي من باب شنو الخبر الخبر. قال ابن القيم وده أفضل كلام، وده الجمع كلام سعيد بن المسيب كلام الحسن البصري، جمع الأقوال وده الراجح من أقوال أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، سحر يحلوه بسحر زيه، تمشي لي ساحر يحل لك شنو السحر، وده طبعا محرم، ده الصحيح أنه محرم، لأنه يا جماعة الرسول تبرأ صلى الله عليه وسلم ممن سحر وسحر له في حديث البزار رحمه الله تعالى. اثنين، لأنه يا جماعة كونه أنت تمشي للساحر وتدعاوم معه الله نهاك جل وعلا، قال تعالى في القرآن وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم شنو أيوة الظالمين الظالمين. وإذا كان القرطبي رحمه الله يقول هذه الآية فيها النهي عن مجالسة الضلال والمبتدعة، فكيف بالسحرة وهم أشد وأسوأ من المبتدعة؟ والآن النبي عليه الصلاة والسلام
قال كما في البخاري ومسلم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ شنو الكير إلى آخر الحديث. إذا كان الزول اللي بيغني والزول اللي بيشرب الخمر والزول اللي بيقتل والزول اللي بيفعل الفواحش ده جليس سوء، فكيف بالذي يسحر ويأتي بإحدى السبع الموبقات؟ ثلاثة، الزول ما بيمش للسحرة لأن الله تعالى قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما بيفلح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن السحرة قال: ليسوا بشيء، ما يسوا شيء أصلا. طيب النوع الثاني، قال الأول: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر. يعني الزول اللي بيستعمل النشرة دي سواء كان ساحر أو الزول اللي عملوها له ذاته صاحب السحر اللي هو المسحور. قال: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، يبطل عمل الشيطان ذاك عن المسحور بسحر مثله، وده محرم في الشريعة. والثاني النشرة بالرقية القرآن والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. كون ابن القيم يقول فهذا جائز، معناه الأول شنو؟ معناه الأول ما جائز. ده الصحيح يا جماعة من أقوال أهل العلم. فيه مسألتان هذا الباب. الرقية والسحر. أي. تفكوا السحر ولا الرقية؟ الصحيح ما هم قالوا السحر ده بيتفك بواحد من اثنين النشر. يا بسحر زيه تمشي لساحر. يا بتفكوا بالرقية الشرعية. القرآن، البقرة، آية الكرسي، الفاتحة، موزتين إلى آخره. ده حله كذي. الأول محرم. كون تمشي لساحر. ده الصحيح انه محرم. النوع الثاني ده الجائز اللي هو المريض ده الزول المسحور ده تقرا له زول عنده مشكله مع مرته ما معروف المشكله شنو وبيناتهم غل وبيناتهم بغضاء وساوي لهم سحر ده انت ترقي لهم الاثنين في النهايه الله بيشفيهم بيستفرغوا السحر ده وبيزول عنهم او كذا وكذا والشيطان بيمرق منهم فالله بيجعل فيه الشفاء كما أثبت الله ذلك في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الجائز استعمال القرآن في الرقية في حل السحر وليس استعمال السحر في حل السحر، ده محرم وده الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الأولى في مسألتان، الأولى النهي عن النشرة، مقصود النشرة المحرم. الثانية الفرق بين المنهي عنه من النشرة والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، تبزيل لك الإشكال والآثار الواردة في ذلك. السحر يحل بالقرآن، بالقرآن تقرأ بس تدعو الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يعني لو لقيت مكان السحر أو كذا تحله أنت بيدك وتقرأ فيه المعوذتين بعد ذلك الإنسان يشفى. لو ما لقيت السحر ذاته مكانه ولا عارفه خدته وين تقرا بالقرايه دي الشيطان تدخله ده بيتحرق يموت انتهي موضوع انتهي. نكتفي بهذا القدر. الشيخ البرقليو بيطلع ب 70,000 وش لا البرقليو اذا طلب الرقيه ذاك في صحيح مسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، ده اللي بيطلب الرقيه. اما اذا ما طلبت الرقيه جزء اللي لقاك انت راقد عيان قال لك دار ارقي لك ما تمنع خليه يرقي لك طالما يرقي لك طالما بيقرا بشنو؟ بيرقي بالقران وبالادعيه والاذكار الوارده في السنه فانت ما بتخرج من السبعين الف. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم. لا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ايوه نعم. طب انا اقصده انه يضر رفعا ايوه صحيح.
ايوه دي من اقوى الادله. جزاك الله خير يا شيخ عجيب. نعم جزاك الله خير يا شيخ عجيب. دي من اقوى الادله على انه الانسان ما يستعمل السحر في حل السحر. ويتعلمون منهما ما يفرقون ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. اصلا ما في نفع ترجو من الساحر وانما هو يستعمل شنو السحر من اجل الضرر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.